تمرينتك للشهر كامل معاه في الفيديو ده، فمنساش تعمل فولو وسيف عشان الفيديو ده هيفيدك لشهر قدام. هنبدا تمرين البوش، واحده شيست وواحده كتف، واحده شيست وواحده كتف. اول تمرين انكلاين ماشين بريس، بعد كده هتلعب دمبل بريس للكتف وهتضم كوعك شويه، خلي بالك من النقطه دي قوي. بعد كده فلات ماشين بريس، ولو مش عندك المكنه دي ممكن تلعبها على السميث عادي او بالدمبل. كل دول مجموعتين تلفيلر، يعني بتوصل للفشل العضلي. هتخش وراه رفرفه جانبي على الكابل، بس خلي بالك هترفع الكابل شويه كده. ما فاضلش في الشيست غير اللور شيست، هتلعب على البتر فلاي، بس ارفع الكرسي للاخر وخلي ايدك تبقى تحت اللور شيست زي ما انت شايف كده. خلصت الشيست، خلصت الكتف، فاضل التراي، بوش داون واوفر هيد. خلصنا كده البوش، نخش على تمرينه البول. هتلعب في بار عشان يجيب لك الابر باك او اللي هو الجزء العلوي في ظهرك. بعد كده سيت درو، ولو مش عندك المكنه دي ممكن تلعبها على السحب الارضي، بس تلعبها بايد واحده، ودي هتجيب لك اللاتس اللي هو المجنس. وعشان تجيب اللور لاتس الجزء اللي تحت من المجنس، هتلعب لات بول داون بس بايد واحده بس، مش لازم تعطل الكابل والجيم كله يفضل مستنيك عشان تلعب التمرين ده. انت ممكن تبدله زي ما قلت لك بسحب عالي بس بايد واحده. بعد كده تلعب باي بالمسطره عادي على الكابل، وراها لللونج هيد، هتخلي ايدك ورا جسمك وبرده على الكابل، وارفع الكابل شويه ما تخلوش في الارض تحت. بعد كده تلعب كتف خلفي سنجل على الكابل، وبعد كده ترباس على السميث، وبكده فنشنا البول. نخش على الرجل، هتبدا ليج بريس، وباعلى وزن تقدر تلعب بيه مجموعتين تلفيلير من 5 ل 8 عدات. بعد كده تلعب ديد ليفت بالدمبل، برده ركز على التكنيك قوي وانت نازل وانت طالع. وراها سنجل ليج اكستنشن بريك لوحده، وراها ليج كيرل، وممكن ما يكونش عندك المكنه دي، يبقى عندك المكنه وانت نايم العب دي او دي مش فارق. وراها سمانه، ولو اللور باك عندك وجعك وانت بتلعب على السمانه العاديه وانت واقف العبها على المكبس زي ما انت شايف كده. وكده نكون خلصنا تمرينة الشهر الكامل. هتخلص دول وتعيد تاني.